مساء الخير متابعين تلفزيون الوطن. العربية اللي حضراتكم شايفينها دي هي أكتر علامة مميزة دلوقتي موجودة في مدينة نصر وفي منطقة المنها. أشيك عربية في مدينة نصر. خلونا نعرف الحكاية مع مصطفى ونفهم من وسائل هو ومصطفى بيعملوا مشروع لطيف زي ده بإمكانيات قليلة، خصوصًا إن مصطفى لسه بقى شاب صغير. يا مصطفى منورنا ومنور الدنيا، عامل إيه يا دارس؟ مايكك؟ حركاتك؟ مصطفى منورنا ومنور تلفزيون الوطن. يعني الاول بقى ارحب بيك واقول لك يعني ما شاء الله عامل حاجه جميله جدا. كلمني الاول بقى مصطفى، يعني انت عندك كام سنه؟ عندي 18 سنه. 18 سنه؟ ما شاء الله عليك. قول لي بقى يعني جاتلك منين فكره المشروع وايه اللي انت عامله ده وازاي ما شاء الله يعني قدرت ان انت تبقى مشهور في منطقة زي مدينة نصر، خصوصا ان يعني في عربيات قهوة كتير، في تفاصيل هنا كتير. انت ايه؟ انا ابتديت عامة من صغري من وانا عندي 6 سنين ان انا اطلع للدنيا اشتغل. اول ما ابتديت اشتغل اشتغلت في مجال المعمار، اشتغلت في البحارة، اشتغلت في السيراميك، اشتغلت في النجارة، اشتغلت في النقاش، اشتغلت في الكهرباء، اشتغلت في كل حاجة عامة في المعمار. فجيت مثلا وانا في اولى اعدادي انا فكرت ان انا اخرج بره نطاق المعمار كله، يعني حسيت ان هو مجهود وشعر على الفاضي من غير مقابل. فكرت مثلا ان انا انزل اشوف حاجه تانية. بصراحه وانا بدور يعني اتجهت لمجال السياحه. اول ما اشتغلت في قاعه حفلات، كنت شغال ويتر. واحده واحده وانا شغال يعني ابتديت بقى اخرج في مجال الكافيهات. لما جات لي شغلانه طلعت للتطبيق، من هنا اتعلمت بقى ان انا اشتغل في الكافيهات. بدات ان انا ابص بقى يعني بعد ما وصلت مثلا لسن زي كده، بدات ان ابص انا عايز اعمل حاجه لنفسي بقى، يعني كفايه اقول ان انا ايه شغال كده عند الناس، فقلت اعمل حاجه لنفسي. بصراحه كان الموضوع ايه في بالي، يعني اللي هو انا بشوف ناس كتير بتعمل عربيات قهوه في الشارع وبتاع، فكله كان بيعمل 27 و28، ما كانش حاجه مميزه قوي يعني. فكرت مثلا ان انا اعمل حاجه جديده، فقلت اعمل شكل جديد. دخلت لقيت العربيه دي، طب اعمل فيها ايه اعمل فيها ايه. بصراحه يعني قعدت اصمم لها اشكال كتير في دماغي. قبل بس ما تخش، هي دي عربيه ايه؟ فولكس؟ عربيه فولكس. عربيه فولكس. انت المفروض ان انت قصيت السقف بتاعها صح؟ قصيت. طب ده يعني حد بقى قال لك على حاجه دي مشكله وان انت العربيه انت كده العربيه خلاص هي شغل صح؟ ما زعلتش وانت بتقصها؟ هو كان في الموضوع في الاول اللي هو زعلان، يعني هو انا بعد كده انا لو ما نجحتش ارجع العربيه ازاي؟ اعملها تاني ازاي؟ وبعدين قلت طب انا لو اتجهت مثلا لمجال ان انا ارجع الحق السقف تاني هتبقى شكلها وحشه وبايخه، بس قلت يعني ايه مش مشكله، انا هتوكل على الله، انا متوكل على الله واشوف بقى ايه ربنا يعمل معايا ايه. ونعم بالله، انت احسن حاجه عملتها ان انت متوكل على الله على طول. ربنا يكرمك. قول لي بقى انت بقى في مدينه نصر هنا بقى لك قد ايه تقريبا؟ انا بقالي هنا حوالي 2 شهر بالظبط. يعني بعد 2 شهر انا الحمد لله بالكلام مع الناس وناس رايحه وناس جايه وناس اتعرفت عليا هنا وناس جابت لي اصحابها، يعني الحمد لله قدرت ان انا اوصل لمكانه حلوه هنا. وكلام الناس وشهاده ناس يعني الحمد لله، وكانت ناس بتيجي تصور مع العربيه اللي هو شكل جديد وديزاين جديد. فهو انت عملت كده ازاي واسالني وقفت عملتها ازاي والفكره جت في دماغك ازاي وكده، يعني الحمد لله. ايه ما كنتش متوقع بصراحه ان مستوى الديزاين المعمول ان هو يوصل للمنظر ده. طب وانت عامل ايه في التعليم؟ انت ازاي سايب الشغل ومركز شغل وسايب التعليم؟ طبعا اول حاجه هتيجي في بالك يعني اكيد كلنا بنشتغل عشان خاطر الفلوس وعشان خاطر حاجات صح زي كده، واكيد عشان خاطر نكون نفسنا. قول لي بقى انت قادر ازاي توفق ما بين الناحيتين؟ انا عامه بصراحه اجلت دراستي السنه دي عشان خاطر اقدر اعمل العربيه اللي حضرتك شايفينها دي. كان الموضوع بالنسبه لي مع اهلي موضوع صعب، ان انا انت هتسيب تعليمك عشان خاطر شغل، انت مش عارف ايه، انت صرفت فلوسك كلها كده على العربيه، تعليمك يا ابني اولى. يعني بعد مجهود طويل طبعا انا شايل مسؤوليه بيتي، فقلت طب انا يعني انا لو دخلت الجامعه اجيب مصاريف للبيت منين؟ اشتغل ازاي؟ طب اجيب مصاريف حتى لنفسي، مصاريف جامعيه الدنيا دي. فبصراحه يعني ايه هم اقتنعوا بالفكره ان انا ايه ادخل في مجال ان انا اشتغل السنه دي، هاجلها اجل الدراسه السنه دي واشتغل واعمل حاجه لنفسي هي منها اللي تصرف عليا على مصاريفي وعلى بيتي بعد كده. ربنا يوفقك ويرزقك يا رب ويكرم اهلك بيك في الاول وفي الاخر. يعني الرزق مش كله فلوس،
الرزق حاجات كتير قوي ربنا بيديها لنا. فكون ان انت لسه صغير في السن ما شاء الله وقدرت تعمل حاجه جميله زي كده، وبعد شهرين كمان من وجودك قدرت كمان ان انت تكون يعني معروف في مدينه نصر، اكيد ده يعني رزق بس من ربنا، ربنا يكرمك ويرزقك. يعني قبل اي حاجه تحب تقول ايه بقى للشباب اللي زيك وللناس اللي زيك؟ والله انا احب اقول لكل شاب، يعني انت دلوقتي حياتك دلوقتي هي دي اللي هتقدر تحدد بيها مستقبلك بعدين، يعني ركز في دلوقت لان هو ده اللي هيريحك بعدين. انت لو قدرت توصل لنقطه معينه، نقطه قياسيه، هي دي اللي هتخليك انت فيما بعد انت ليك مكانه وليك شأن كويس، تقدر تبقى ماشي في وسط الناس كده وانت عارف ان ده بيتكلم عليك وده بيضحك فيك وده بيتشكر فيك دلوقتي، لانك انت لو عديت السن ده انت مش هتقدر تعمل اي حاجه بصراحه.